معاكم عمر صار موقع عرفنيتكم. من اكتر المشاكل اللي بتواجه الشركات الجديده او الشركات الناشئه هي مشكله البرمجه او مشكله البرامج اللي خليه يبدا يعتمد ان هو يبدا ينشئ فواتير او يبدا يشوف الشركه شغاله ازاي او يبدا يشوف المسار اللي الشركه ماشيه فيه سواء ربح او خساره. احنا في موضوع النهارده هنبدا نستعرض معاكم موقع الف ياء. ايه هو موقع الف ياء؟ موقع من خلاله تبدا تنشئ فواتير، تبدا تنشئ عروض، تبدا تضيف عملاء، تبدا تدخل مصاريف او مدفوعات. كل المواضيع دي تبدا تديرها عن طريق الموقع ده، بالاضافه انه يبدا يعرض لك رسومات او عروض من خلالها تبدا تشوف الشركه شغاله ازاي. بيبدا كمان يعرض لك بيانات، كل البيانات دي بتساعدك في اداره الشركه او انك تبدا تشوف الشركه ماشيه في مسار ايه. طبعا ده الواجهه الخاصه بالموقع. عشان تبدا تدير الموقع الموضوع بسيط جدا، فعندك على الجانب اليمين لوحه التحكم بتبدا تدير بيها الموقع. هنا عندك اول شيء في لوحه المراقبه بيبدا يظهر لك ملخص شامل للشركه، تمام زي ما واضح. هنا في عندك حاجه اسمها العملاء، تبدا تشوف قائمه العملاء، الموردين برضه قائمه الموردين، العروض، تبدا تنشئ عرض للشركه او ملخص للشركه. عندك الفواتير، ممكن تبدا تنشئ فواتير لو انت ما عندكش خلفيه ازاي الفواتير تبدا تنشئها عن طريق الموقع، تبدا تنشئ فواتير. عندك سند الطلب، الدفعات، جميع حاجات خاصة بنظام المحاسبة إلى آخره. في الآخر عندك تقارير عن المبيعات، عن الدفع، عن المصروفات، الضرائب إلى آخره. كمان عندك المحاسبة، أما بالنسبة للإعدادات لو أنت عاوز تبدأ السيتنج أو الإعدادات الخاصة بالموقع ممكن من الإعدادات. لو دخلنا على إعدادات عامة أو إعدادات النظام ممكن تبدأ تختار اللغة اللي من خلالها تبدأ تدير الموقع، رمز العملة، البلد اللي انت شغال فيها إلى آخره. طبعا ممكن تبدأ تضيف ضرائب، ممكن تبدأ تضيف أو تبدأ تاخد نسخ احتياطية عن طريق انك تبدأ تحملها على الجهاز الخاص بيك. طبعا الموقع اونلاين تقدر توصله في أي وقت عن طريق الهاتف، عن طريق لابتوب، عن طريق جهاز كمبيوتر، اي شيء متوصل بالانترنت تقدر توصل للموقع. مش هتواجه اي مشاكل في الموضوع ده، يعني انت مش ملزم ان يكون برنامج على الجهاز الخاص بيك. ممكن عن طريق ان الويندوز يقع او يحصل اي مشاكل تلاقي البرنامج مش شغال. ده كان بالنسبة للموقع او ملخص بسيط للموقع. طبعا انت بالنسبة لك ان عندك شركة او فاهم في المحاسبة هتعرف تتعامل مع الموقع افضل مني بكتير. طبعا انك تتعامل مع الموقع او الشرح ازاي تبدأ تتعامل مع الموقع، في موقع بيوفر لك صفحة من خلالها تبدأ تعرف ازاي تبدأ تشتغل الموقع. هنا في عندك جميع الخيارات من خلالها تبدأ تعرف ازاي تبدأ تدير الموقع. كمان في عندك في منح تقدر تعرف على الموقع ده ايه، تقدر تعرف على ابرز الشركات اللي بتتعامل مع الموقع. ده كان بالنسبة للموقع، وده كان استعراض للموقع. طبعا الموقع هيفيدك بشكل كبير لو انت حابب تعمل تقارير او تبدا تعمل نسخ احتياطيه حتى للبيانات اللي بتدخل للشركه او البيانات الخاصه بالشركه تقدر توصلها في اي وقت. ده كان موضوع النهارده وده كان فيديو النهارده. بالتاكيد تقدر تعمل لايك لو الفيديو عجبك، تقدر تعمل سبسكرايب لقناتنا اليوتيوب عشان تتابع الفيديوهات اللي بنزلها بشكل مستمر، بالاضافه انك تقدر تتابع صفحتنا على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، على جوجل بلس. كمان تقدر تزور موقع عشان تتابع مواضيع الكتابه اللي بنزلها بشكل يومي. ده كان موضوع النهارده وده كان فيديو النهارده. ربكم نوصل الفكره. كان معاكم عن اثار موقع عرفني.com.